صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. ما كانت الحياة يوما سوى مركب يمخه عباب الوجود، وما كان الإنسان يوما سوى بحار يقصد مرسى الأمان، وما كان الوصول يوما سوى الاندماج بمصدر النور. ها هي فلسفة الحياة. وبهالكلمات بحب أبدأ فقرة كتاب المميز اليوم. بحب رحب بالدكتور جوزيف مجدليني، أهلا وسهلا فيك. شرفني، فرصة سعيدة. فرصة سعيدة إلي، وبشرفني وجودك باستديوهات الام تي في بفقرة كتاب. متشكر حضورك أيضا. متشكر. بحب أعرف المشاهدين على حضرتك اللي بعد يمكن ما بيعرفك. دكتور جوزيف مجدليني، حضرتك حائز على إجازة بالدراسات العليا بالفلسفة والتاريخ القديم، وماجستير بإدارة الأعمال، ومتخصص بعلوم الإيزوتيريك اللي بتتناول أكيد علوم باطن الإنسان شعرا ورواية وفلسفة وعلما بتطبيق عملي أكيد. وحائز على دكتوراه كمان فخري بدراسة علوم الباطن. حضرتك مؤسس مركز العلوم إيزوتيريك، هو المركز الأول بلبنان وبالعالم العربي، وأيضا مؤسس ورئيس جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء، ومؤسس رابطة علوم المعرفة، وأيضا عضو في اتحاد الكتاب اللبنانيين وفي الأكاديمية اللبنانية، ولديك أكثر من 50 إصدار كتب باللغة العربية الفرنسية ولغات أخرى أيضا، فهي مترجمة بالعالم كله. اليوم حضرتك موجود معنا لنحكي عن كتابك الأخير باللغة الإنجليزية، Meditation and Contemplation, A Comprehensive Manual in a Scientific Approach with Exercises، اللي وقعته بمعرض الكتاب الفرنكوفوني، وقعت أكيد ترجمته باللغة الفرنسية. بحب أبدأ الحلقة أكيد بسؤال في كتير ناس عم تتسأل، ما هي علوم الإيزوتيريك؟ باختصار شديد، علوم الإيزوتيريك هي علوم النواحي الخفية في الإنسان. مثلا الأورا اعترف فيها العلم، أو الهالة الأثيرية المحيطة. أوكي، في 7 أجسام باطنية أو مكونات وعي بالإنسان عم بيكتشفوا العلم واحدة ورا واحدة. هلأ الإيزوتيريك كإيزوتيريك شو هو ولين وجد بلبنان؟ الإنسايكلوبيديا بريتانيكا بتقول عنه Sciences of the Elite، علوم النخبة. لاروش بقول عنه العلوم التي يصعب تفسيرها على غير مستنيري العقول. نعم، كل واحد بده يكون عنده مستوى، بده يكون هو منفتح. نعم، اهم شغله بالايزوتريك انفتاح. العرب الاقدمون كانوا يقولوا عن الايزوتريك العلوم المضنون بها على غير اهلها. كان الايزوتريك بالزمن القديم محصور بالملوك والرؤساء والأمراء والطبقات النبلاء، النخبة. ما هيدي الإيزوتيريك. هلأ هيدا باختصار لأنه هو عالم باختصار عشان عبي الوقت بإشياء. نعم. بحب أعرف شو هو التاريخ الإيزوتيريك وبالعالم سريعا، وشو هو مستقبله اليوم، وأكيد أهم شيء شو هو هدفه. تاريخ الإيزوتيريك منذ أن استوى الوعي في الإنسان، يعني لما بلش العقل يفكر. الحضارات القديمة كل حضارة فيها إيزوتيريك، كان فيها إيزوتيريك. إرجالات الحضارة الكبار اللي أسسوا كانوا إيزوتيريك. ما إلا تاريخ محدد، لأنه الإنسان ما له تاريخ على الأرض. منذ ما استوى الوعي في الإنسان، منذ ما ابتدأ يفكر، ابتدأ معرفة البواطن. الإيزوتيريك معرفة البواطن. الإيزوتيريك كلمة يونانية أصلا، بتعني داخل جواني. هالداخل الجواني مش الأعضاء الداخلية، ما لم يكشف بعد في الإنسان.
هالشطحات الفكرية، هالنبوغ، هالعبقرية، هالإشياء، هيدا كله بدخل تحت نطاق الإزوتريك. وبعدين النبوغ، العبقرية، هيدول الصناعة وتصنيع، ليست موهبة. يعني الإنسان بيقدر يشتغل على حاله، بيقدر يشتغل على حاله حتى يبدع. نعم. وكل واحد شفته اشتغل على حاله أبدع. صح. واللي ما بيشتغل لحاله بإيده. نعم. يعني الإنسان هو مشروع، يعني إذا اشتغلت مزبوط مشروع بتنجح فيه. الإنسان مشروع كمال. نعم. بقدر ما يكمل وعيه، عم يستعمل 5-10% من نطاقات وعينا، العلم بيعترف فيها. نعم. أوكي، هالتسعين بالمية شو هي؟ هالإزوتريك عم بعرفه قد ما بيقدر يستوعب ده 90%. تيقدر يكتشف نفسه. تيقدر يكتشف نفسه وينجح بحياته، مش بس اكتشاف النفس وتحقيق الذات. أكيد. لا، النجاح في الحياة العملية المادية جدا جدا. نعم، يعني واحد من الداخل بيطهر. يعني انتو بارالل في خطين متوازيين، الباطن والظاهر. تيوصل الانسان بده يمشي، هيدي بتمنع الامراض. لانه عم نعرف اسبابها الداخلية قبل ما تظهر برا. بالاورا. نعم. المرض في شخص الإزوتريك من الأورا، النقطة السوداء معناته المرض بلش. إذا في نقطة سوداء بهالجهة معناته النقطة البنية، انتبه بلشت عوارضه. كيف بتجسدوا هالأمراض اللي بعد ما عرف فيها الإنسان؟ لأنه إذا اعتبرنا الإنسان هو مخزن المعرفة، موئل المعرفة، فإذا المعرفة في الداخل كيف بده يطلعها؟ هل أجسام الباطنية أو مكونات الوعي أو أجهزة الوعي هول اللي بيفرجوا الإنسان كيف يستعمل المعرفة من الداخل. نعم. مع العلم للخارج. نعم. العلم بالخارج ضروري والمعرفة من الداخل ضرورية، بندمج الاثنين بالتطبيق العملي، تزاوج الاثنان في التطبيق العملي، صارت صحته سليمة جدا جدا، بوصل ل80-90 سنة في شباب دائم. أصلا من ليه ناس كبار بالعمر تحسون بعدهم شباب، وفي ناس بيخطيقوا بكير. بعدين أهم شغلة بالإزوتريك تيوصل لها العمر، الإصغاء أهم من الكلام. هيدي فلسفة بحد ذاتها. هيدي الإصغاء أهم من الكلام، بتسكر على كل الأبواب. كلنا بنحب نحكي بس صعب واحد يسمع. صعب الواحد يسمع. حلو كتير. لكن المستقبل الإزوتريك مفتوح، ما في مستقبل. ما في الإزوتريك هو حدود. مستقبل الإنسان، مستقبل الحضارات البشرية، كيف يرتفع الإنسان بها. المستقبل سيدخل مع كتابنا الجديد اللي طلع حديثا Initiate of the Aquarian Age، أو رسول عصر الدلو. عصر الدلو هو عصر الباطن في الإنسان، عصر علوم تكنولوجيا الباطن، بعدما كان عصر الحوت سابقا تكنولوجيا المادي. بيكملوا بعض. والإزوتريك سبق الوقت تيقدم هالتكنولوجيا. بدك تقولي لي كيف عرف الإزوتريك؟ بقول لك إذا بتشوفي على جلدة الكتاب Initiate of the Aquarian Age الهوروسكوب. نعم. وين موقف؟ موقف على عصر الدلو. هالشي هيدا هو اللي بدل على كتير اشياء. نعم. يعني بتلحقوا الكوسموس كمان، يعني اكيد بلحق. طبعا طبعا. نعم. طبعا في علوم باطن، علوم. نعم. ظاهر، علوم كون، علوم. نعم. علوم هيدا الإزوتريكي بيدخل بالنواحي الخفية. نعم. المجهولة. نعم. وبقدمها بطريقة تطبيق عملي، جرب تجد. نعم. على كل حال منكمل هالحديث المشوق، ولكن من بعد بريك إعلاني. مشاهدين الكرام، منتابع بفقرة كتاب اليوم مع دكتور جوزيف مجدلاني. سؤالي انه ما هي اهمية اليوم علوم الإزوتريك، خاصة شو أهميتها بحياة الإنسان اليوم المعاصر؟ الإزوتريك بيميز بين الفكر والذكاء، بين الدماغ والفكر، بين النفس والذات والروح. هالأهمية هيدي بتعطي الإنسان دقة تيفوت على نفسه. نعم. إراديا أو لا إراديا، غصب عنه فات على نفسه. هلأ بميزوا شغلة واحدة، لما يتوسع الوعي، توسيع الوعي توسيع قدرة الذكاء. والفكر حاد. نعم. الفكر حاد. هيدي يعني على التجربة وعلى التطبيق العملي، الشغل بده ساعة خلصوا بربع ساعة. نعم.
هيدي احدى العوامل. المرض المرض لما يفوت جوا انت عم تفوتي ذبذبة جديدة لجوا، عم بيرفض الجسم، عم يبلع الجسم، عم بكشح الذبذبة القديمة، ذبذبة المرض. يعني لاحظي شخص الإزوتريك، شخص الإزوتريك بتشوفيه كتلة وعي، مش كتلة جسد، كتلة وعي. بتسألي بتحاوري، بمر الوقت ما بتحسي بالوقت. بتشوفيه ماخد أعلى المراكز. الإزوتريك أهميته يفتح الذكاء النير في الإنسان. حلو. الذكاء النير. نعم. وهيدي صناعة وتصنيع. نعم. بحياته العملية الخاصة العامة وين ما كان، بكل شيء، بكل شيء. طيب في ناس دكتور مجدليني تبقى هي في عندها قدرات وقتها تخلق أكثر تكون إيزوتريك من غيرها؟ ايه. يعني ايه. في عندها قابلية أكثر، فينا نقول ايه. خاصة هاي وحدة، وهلا برجع لها، خاصة الإنسان اللي عانى في حياته الحاضرة. من يعني يعاني يبحث، ومن يبحث يجد. الإنسان مكتفي بحياته الحاضرة منه للإزوتري. نعم. وين الطموح؟ وين النجاح؟ وين الكفاح في الحياة؟ هيدا الإنسان بنجح بالإزوتري. يعني الإنسان المنفتح داخليا. نعم. وليس إصغائيا. نعم. حلو كتير. يعني يوم الوجع، الوجع هو نقطة انطلاق بالإزوتريك. يعني اللي مثل المثل بيقول اللي ما بيقتلك بيقويك، يعني بمعنى انه بيقوى من بعد تجربة الوجع الألم. نقطة انطلاق كبيرة إذا عرفنا كيف نعالجه، مش نهبط. نعم. إذا هبطنا راح علينا. نعم. بده يجينا قبطة تانية أقوى منا لأنه ما تعلمنا. كل خطوة بالإزوتريك تعلم. نعم. حلو كتير، عالم ما بيخلص. أكيد أكيد كتابك حضرتك اللي ترجم إلى الفرنسية Meditation and Contemplation، هو تحكي فيه عن الأكيد Meditation وال Contemplation، يعني بمعنى أنه التأمل والتمعن، بتقول أنه هاي هودي أساس ما بيتجزأ، يعني هن اثنين بس بواحد. كيف هالشي؟ أول شيء الكتاب الذي ترجم إلى الفرنسي هو كتاب 100 يوم مع معلم حكيم. هيدا عم بترجم للفرنسي وللعربي. نعم. 100 يوم مع معلم حكيم بيحكي هيداك عن خبرة إنسان راح على الهيمالايا، قعد 100 يوم مع وقابل رجالات المعرفة. نعم. ولعلمنا بس الكتاب صار مطبوع 5 مرات وملغي. ومين هالشخص حضرتك؟ بقدر أكون أنا وبقدر يكون أي واحد. أهم شيء بالإزوتريك التواضع بمحبة. نعم. التواضع بمحبة. كتاب Meditation and Contemplation هيدا الكتاب، التأمل والتمعن، أو فن التأمل وتقنية التمعن وقوة التركيز أيضا. نعم. لأنه أي شيء ما في تركيز ما في عقل ما بينجح. بس بدنا نعرف إمتى بدنا نفرز العقل عن التأمل. نعم. التأمل الكتاب مقدم الفكرة الأساسية اللي بيعلموها الكبار وبتعلموها الكبار وبتبقى سر على مدى الأجيال. التأمل حالة من اللا تركيز. يعني منركز بالأول على الفكرة، شو هي الفكرة؟ الفكرة كذا كذا كذا، اوكي، نقيمها من راسنا الفكرة، نلغيها من راسنا، نفوت بحالة صفاء داخلي. هالصفاء الداخلي بتحسي بسكرين هون، بتجيك افكار، هالافكار منسوبة لها الفكرة. نعم. يعني هي مثل بتستوحي من بتستوحي. نعم. وعدنا بتوسع. بيجي الكونتمبلاسيون التمعن، نرجع لطبيعتنا، اجتني هالافكار شو معناتها؟ تفكر بنحللها فكريا. نعم. يعني بندخل بالتركيز الفكري وبننتهي بالتحليل الفكري. نعم. هيدي دائرة التأمل والتمعن والتركيز اللي بتزبط. هلا بعض مدارس المعرفة بيعلموا التأمل كطريقة راحة. نعم. اوكي، هي ما بدها تأمل، ببط الإنسان 5 دقائق بالنوم ارتاح. عم تحكي عن شو اليوغا وهالأمور؟ اليوغا وبعضهم بعض المدارس. نعم. ايه بس هيدي التأمل تقنية،
بيعرفوها الآخرين أسلوب راحة، التأمل استلهام، التأمل استلهام، بيعرفوها الآخرين أسلوب راحة. التأمل والتمعن والتركيز هالثالوث هو إذا ما صاروا ثلاثة سوا ما بيقدر يوصل الإنسان للمطرح. نعم لازم يلتقي، بدهم ثلاثة سوا ويتعلم تقنيتهم وفنهم وطريقة عملهم. يعني الكتاب المديتيشن اند كونتمبليشن بقول لي اي كومبريهنسيف مانيوال ان اي ساينتفك ابروتش، بالطريقه العلميه، بتعطيهم حتى طرق عمل، حتى طرق عمل وتمارين عمليه. وبعدين اهم شغله التمارين بدها تزبط، بدها تزبط التمارين. هو الانسان بيقطف لكشته ليه؟ لانه فات لجوا التمرين، طلع من جوا. نعم اذا بقي برا الجسد ماشي. يعني الانسان هو بينقي قد ايه بده يوصل، وقد يعني قد ايه بده يفوت بداخله تيلاقي هالقدرات قد ايه منفتح. اهم شغله قد ايه منفتح، قد ايه مرح. المرح ضروري بالإزوتريك، دواء المرح. هلا الانسان بلش احس حالي إزوتريك بضلني عم بتدخل، ولكن مظبوط يعني بتصور واحد ياخذ الامور بضحكه وبساطه، ولكن من هيك بهالطريقه بده يغوص، يغوص بدون ما يحس ب يمكن قد ايه الاشياء صلبه وقد ايه في الم. يعني بتعرفي كنت عم بحكي مع دكتور في علم النفس، قلت له المرح باول فكر. نعم قال لي اول مره بسمع هالحكي. اكو حال المرح هو روح النكته، هي ذكاء يعني ما في يكون النكته ذكاء، ما في يكون بيضحك اذا باول فكر وبيريح الفكر. نعم المرح ضروري في الإزوتريك، اللي ما عنده مرح ما بيقدر يمشي. نعم بكون اصلا بكون في كثير مكبوت ودونك ما في هالانفتاح اللي عم تحكي عنه. بتقول بكتابك الحب ليس حاله جسديه كمان ولا مشاعرية ولا فكرية، الحب حالة تنقية نفسية تشمل أبعاد النفس كافة. خبرنا قبل بنظرتك الإزوتريك شو الحب؟ شوفي إذا بدنا ناخذ الحب بدنا نميزه عن الجنس. نعم الحب الكبير، الحب المحبة، كل شيء. المحبة بتختلف عن الحب كمان. لاحظي كلمة حب منطوية محتضنة بكلمة محبة، بالنص جاي محبة، المحبة أكبر. يعني لحظة كلمة حب وكلمة محبة، ما حب يعني المحبة أكبر من الحب. الحب بين رجل وامرأة، المحبة بين البشر عامة. هون فرق الإزوتيري كتير 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 بين الحب. الحب يجب أن ينتهي إلى محبة، لأنه الطريق للمحبة للأولاد للعائلة لا 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 إلى آخره في الزواج، عبر الزواج. هلأ الحب والمحبة، الحب ليس جسديا فقط، الجنس جسدي فقط. الحب ليس مشاعريا فقط، الجنس قد يطاول المشاعر، ولكن أي هزة داخلية أي غضب داخلي بيقوموا مع بعضهم اثنين سوا. فإذا مشاعر ما اللي بعدها. الحب ليس فكريا وإلا هو جاف. الحب هو تزاوج الفكر والمشاعر والجسد. في قبل ما نختم الفقرة في مسألة الوقت بالعلم الإزوتريك الرائع، اللي بحب أعرف شو هي الحدود ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. بتصور لأنه عالم ما في حدود، بحب هيك نختم بهال. شوفي نظرية أينشتاين عن النسبية، قال إنه ما في ماضي وما في مستقبل، في حاضر. إزوتريك وضحها شغلي امتين بنوصل لهالحالة، ما ترك نظرية، ما ترك نظرية، امتين بنوصل؟ لما تتوحد أجهزة وعينا الداخلي. عندنا سبع أجهزة، الجسد واحد، الأورا اثنين، المشاعر، الفكر، المحبة، الإرادة، الروح. هول لما يتوحدوا ويشتغلوا بانسجام تيم ويرك، عمل فريق، ما عاد في ماضي وحاضر ومستقبل، لانه الانسان بصير غير شكل. نعم حلو كثير، يعني بتجاوز هو بيتجاوز هالحدود اللي انحطت، بتجاوز بيعرف حقيقة، بصير اقوى من الزمن. يعني بيعرف حقيقة الاشياء. نعم. وبيعرف انه الزمن فاني
صالح لطبقة الأرض فقط لغير نعم. لأنه غير طبقات ما عاد في زمان نعم. فإذا بيكون عايش تحت وفوق نفس الوقت حلو كتير. على كل حال علم الإيزوتريك أول شيء بيخلي الإنسان يكون هالقد من دفع ونشيط. حضرتك عم تصدر لخمسة كتب بالسنة وكلها رائعة. تسعة هالسنة تسعة. أنا يعني نتمنى نرجع نستضيفك للكتب الجديدة ومرسي أيضا نقول لك مرسي لأنه عم نقدر نستفيد هالقد من خبرتك وشو بدنا نقول يمكن العمق اللي عندك الواسع اللي عم تقدر توصلنا إياه بكتبك. بتشكرك دكتور جوزيف مجدليني ومرسي للإم تي في ونحن بالخدمة دائما.